حشرات، لا هي وزاره الصحه والبيئه، المفروض انه دائره البيئه ودوائر البيئه اللي موجوده في الوزاره انه ترفع بطلبات سريعه وعاجله الى وزاره الزراعه والى دوائر البيطره حتى انه تكافح انتشار الحشرات اللي موجوده، وخاصه مع ارتفاع درجات الحراره في المحافظات الجنوبيه في ميسان وغيرها من المحافظات العراقيه اللي دائما ما تتعرض لانتشار حشرات من نوع معين. قبل فتره شاهدنا ايضا انتشار القنفساء وكانت بشكل كبير جدا، وايضا فتره وعدت، لكن هذا المقطع اللي نشاهده من محافظه ميسان او من مدينه العماره يشوفون حشره الصرصور اللي هو مردانه واللي دائما ما يسبب رعب كبير لدى النساء في المنازل العراقيه في كل المحافظات، وهذا الموضوع شائك. يا ريت انه ايضا دوائر البيطره اللي موجوده في العماره انه تسارع بانتشال الناس من هذا الوضع المأساوي الكثيف اللي عايشين به مع هذه الحشرات ومع هذا التواجد الكبير للحشرات في المنازل، على واجهة المنازل وأيضا داخل المنازل وحتى في الشوارع، لأن هذا كله ينقل الأمراض والأوبئة والجراثيم من مكانه أو من بيئته اللي هو عايش بها إلى المنازل، وبالتالي أنه كثير من الناس اللي راح تتمرض وراح يصير عندها التهاب الأمعاء، وخاصة الأطفال اللي هم يكونون قليلين المناعة وفي بداية أعمارهم. نتمنى من وزارة الزراعة ودوائر البيطرة في كافة المحافظات العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نحد من انتشار هذه الحشرة.